اسمحوا لي اول حاجه ان انا اوريكم حله المحشي بتاعتي علشان انا لازم اسويها علشان انا مش عامله نسخه. احنا كلنا كده ايه هنتغدى النهارده بحله الكرنب دي، فمحتاجه ان هي تكون مستويه. اول حاجه انا رصيتها، وبعدين هنشتغل في الكرنب ونعمل كل حاجه. هعمل المرقه، المرقه بتاعتي عباره عن ايه؟ هشغل بس عليها علشان نسويها ونقدمها. عندي هنا ميه سخنه، مهم جدا الكرنب لازم يتسقي بمرقه سخنه. طيب انا طبعا عندي هنا ايه؟ عنديش شوربه، فبستخدم مكعبات مرقه الخضروات. ما عنديش شوربه، بستخدم مكعبات مرقه الخضروات وعليها 3 4 معالق صلصه، او كمان ممكن بعمل من الخلطه بحط لها حبه. خلاص التسبيكه من هقول لكم بس انا ايه عشان مبتديه الحلقه من الاخر للاول. وبعدين بصوا بقى عندي هنا هعمل الحركه المجرمه دي، شايفين قرون الشطه الحلوه دي؟ هنزلها على الوش. خلاص كده قرون شطه على الوش، واتفرجوا على الجميل. وهنا انا حطيت المرقه اللي هي مرقه الخضروات، وحطيت عليها الصلصه، حطيت الكمون، الفلفل الاسود، حطيت كمان شويه ملح، حطيت كمان بابريكا علشان اللون. خلاص كده، خلاص كده. بصوا بقى بحب كمان احط رشه جنزبيل بودره، بتفرق جدا في طعم المرقه. مرقه الكرنب بتاعتي عباره عن ايه؟ نقول مرقه خضروات، ده احنا عندنا الشوربه، بحط عليها صلصه، بحط عليها ملح وفلفل اسود وكمون، وكمان شويه جنزبيل بودره. بقلب كويس جدا واتاكد ان المرقه عندي تمام جدا جدا. خلاص كده هعمل ايه؟ يلا بقى نسقي الكرنب بتاعنا. هسقي ازاي؟ هقول لكم حالا. رقم واحد لازم اجيب طبق بس كده صغنن، استنوا اهو، حلو كده يستحمل الحراره، واروح حطاه هنا. ليه؟ علشان انا بحط الميه اهو، عندي الميه تتوزع كويس وما لاقيش الكرنب ايه فتح معايا. وكمان دي بتخلي الكرنب وهو بيبقبق مهم جدا ما يفتحش. طيب بسقيها لحد فين؟ اهو بسقيها كده، شايفين؟ تمام جدا، ما تغطيهاش اكتر من كده. الكرنب اساسا بينزل الميه بتاعته، اصلا الكرنب فيه ميه بينزلها، فانت كده تمام التمام اهو. ومشغله على اعلى درجه حراره، وبعدين هقفل. امال فين الزبده والزيت؟ بصي انا بحب احط في الاخر بعد ما يستوي مكعبين 3-4 زبده، معلقتين 3 سمنه، شويه قشطه، زي ما انت عايزه حطي على الوش، دي بتاعتك. اتفقنا؟ اتفقنا كده. احنا ايه؟ عملنا الكرنب براحتنا بقى، يستوي معانا ويطلع ونشوف حلاوته. طبعا الشطه معايا هنا يا جماعه اختياري، بس عايزه اقول لكم انا بالنسبه لي محشي الكرنب لو مش مشطشط ما يتاكلش، مع اني ما بشطشطش اصلا. بعد يعني لو بتاخدوا بالكم طبعا، واحنا مع بعض بقالنا سنين عمري ما شطشطت ايه الورق العنب، وشايفه ان هو لا، ورق العنب لازم يتعمل بالليمون ودبس الرمان والكلام ده كله، ما يتشطشطش. طيب تعالوا نبدا في حاجه تانيه قبل ما نبدا برضو في الحلقه، هي ايه؟ هي ان احنا هنسلق هنا الكرنبايه. طيب اول حاجه انا جبت الكرنبايه، حطيت هنا عندي حله فيها ميه سخنه، هحط حاجتين، كمون وكمان شويه ملح، وممكن كمان نحط شويه بقدونس لو عندنا. طيب هو احنا بنحط ليه كمون يا جماعه؟ علشان الكرنب طبعا معروف ان في شويه حاجات بتسبب انتفاخات على غازات على حاجات كده ما لناش دعوه بيها، هناكله يعني هناكله، ولكن الكمون والبقدونس بيساعدوا جدا على التخلص من الحاجات دي اللي بتسبب الانتفاخات والغازات. طيب انا في المعتاد عندي حله كبيره كده في البيت حلوه، فبروح ملياها ميه سخنه، وبروح عامله ايه؟ بص بقى الكرنبايه بتاعتي، بص بقى بقورها كده، شايفين؟ بشيل الحته دي، يا سلام لما تتخلل بقى اهي، تمام. لقيت ان هي لسه، بصوا كده من جوه لسه فيها ماسكه اهو،
بتخلص. خلي بالك انا ما بهريهاش، انا ماشيه عارفه انا حاطه السكينه فين. بس كده اهو، واروح حاطه كده واروح مطلعاها اهي. خلاص كده طلعت معايا، اشيلها بايديا بس كده قوي. الله اهي كلها. انا كده استني اهو، الكرنبايه عندي فكت من اول هنا بصوا لحد القلب، فكت معايا. بصوا قورتها ازاي، شايفينها؟ بصوا اهي اهي، ايوه اهي، شايفين اتقورت ازاي؟ بس كده. هعمل ايه؟ لو الحله بتاعتك كبيره حطي الكرنبايه مره واحده، لو الحله بتاعتك الصغيره فاحنا هنعمل ايه؟ بالراحه كده هنخلص اول طبقه اهي، واحده واحده معايا اهي، شايفين حلوه دي؟ تمام. واروح منزلها عندي فين؟ في الميه، ومعاها كمان واحده اهي من غير ما اقطعها. بصوا الورقه طالعه كامله ازاي بالطريقه دي، بصوا بصوا الورقه طالعه كامله ازاي، في حته فيها مقطوعه من اولها لاخرها، دي اساسا هي كانت مقطوعه فيها اهو. خلاص، واعمل كمان واحده، طبعا دي بتهدى اهي. خلاص ما جيش جنبها بقى، هلاقيها هديت وطريت واتسلقت. بصوا بقى عندي حاجتين وانا بسلق الكرنب، لو هتشيليه في الفريزر فمش تسلقيه قوي، وهتطلعيه على بوله فيها ميه ساقعه، اتفقنا؟ ليه بقى؟ علشان يوقف سوية. لكن لو حطيتيه على بعضه هيحصل ايه؟ هيحن كده وهيطرب بزياده، يدخل في الفريزر يطلع لنا ايه؟ شوربه. لكن مهم جدا لو انا هحتفظ بيه في الفريزر، فاول ما انزل يا دوبك يطرى معايا عشان اعرف اقطعه وخلاص كده اطلع. انا هعمل كده، يعني هو يا دوبك كده ايه، بصوا الكرنبايه نزلت خلاص كلها، هروح انا هنا مطلعاها. بس انا هنا هطلعها على ايه؟ انا ما سلقتهاش قوي، خلوا بالكم يعني لسه اهي، هوريكم دلوقتي. هطلعها هنا على مصفى. ليه على مصفى؟ تتخلص من الميه، ولكن انا عايزاها تحن على بعضها كده شويه علشان تبقى طريه معايا، لان انا هشتغل فيها على طول. وتعالوا نحط اللي بعده. يلا ادي الكرنبايه بتاعتنا، خلصت اهو كام ورقه مع بعضهم اهي، بحط واختها. بصوا بالراحه لو لفين على بعض اهو بيطلع معايا مش متقطع، واهي تمام. ما تدوسيش، سيبيها هي هتطرى حالا وتنزل تحت. طيب تعالوا بقى، تعالوا كده لحد ما عندي هنا الكرنب يتسلق واحده واحده كده، وعندي هنا كمان المحشي بيستوي. ها محشي، الريحه النهارده هتقلب المدينه، محشي كرنب. خلاص طيب، طبعا ريحه المحشي كرنب من الروايح اللي كده بتطلع اول ما بتتحط على النار. ماشي، بس بحب املي عيني بس كل شويه، انا عارفه ان يعني كلكم عايزين تبقوا عندي دلوقتي في اللحظه دي. وبعدين بقى هنا يعني استاذ وسام مدير التصوير بيقول لي فيفيان انت بتعملي المحشي بالشطه ترى، هل انت كده بتعرفي تعملي محشي صح؟ يعني اخدت الشهاده خلاص يا جماعه. بصوا بجد يجنن، يعني محشي الكرنب لازم يكون مشطشط، ومعلش اسمحوا لي مش اي شطه، لازم تكون شطه اسواني قرون. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لكم القرون دي بقى بتطرب اللي انا عملته ده، ان انا حطها هي بتستوي حضراتكم معايا هنا، وبتتلقط واحنا بناكل المحشي، بتنزل الحموه بتاعها كلها على المحشي ها، وتتلقط بقى كده. الله الله. طيب مش انا قلت لكم ان انا بحط سمنه على الوش؟ طيب ده بقى وقتها بعد ما يتشرب تماما، ببدا اعمل ايه؟ سمنه بلدي بقى، قشطه. يا سلام لو عندكم شوية قشطة كده حطوها في الخلطة كمان، بتبقى جبارة. بصوا بقى هروح حاطة السمنة البلدي بتاعتي هنا اهي كده في الاخر، معلقتين قشطة وش اللبن، اتفرجوا على الحلاوة، زبدة ما تقولش لأ كده تمام. وبقى غطي واتركيها، اتركيها على نار هادية، انا مهدية النار خلاص، سيبيها بقى. وتعالي نعمل ايه؟ تعالي بقى نعمل المحشي. اول حاجه انا عندي هنا هقول مقادير المحشي، وبعدين هقول لكم تركاتي بهارات المحشي
ايه الحاجات اللي بتخلي الخضره تبقى لسه كده مزهزهه وحلوه، وايه الحاجات الغلط اللي بنعملها نخلي الرز معانا واحده وواحده بايش، لا ده شارب ميه قوي، ده عجن، كل الحاجات دي هنقولها علشان نتفاداها مش عشان نعملها طبعا. طيب يلا بقى نقول عندي هنا مقادير محشي الكرنب. يلا بينا. كرنبايه حلوه اللي انتوا شفتوا ان احنا سلقناها اهي، هحطها لكم هنا خلاص، وبعدين طلعناها حطيناها في مصفى. عايزه بقى 3 كوبايات رز، عايزه بصل مفروم، 5 بصلات حلوين كده مفرومين فرم، مش ناعم، مش معصورين، مش مبشورين، لا انا عايزاهم يا سلام لو متخرطين على الايد. تمام. عايزه بقى طماطم، ممكن تضربيها في الكبه، ممكن تعمليها عصير، انا بحب جدا الاقي حته طماطم على فكره عادي جدا في المحشي، فلو هتضربيها في الكبه هيبقى انا بالنسبه لي احلى. طيب محتاجه كمان صلصه، انا بحب الكرنب يعني ايه شويه يكون ليه لون، ما بحبوش ابيض مع ان هي اذواق طبعا. وعايزه بقى ايه خضره محشي، كزبره، بقدونس، شبت، بحط له طبعا التلاته. عايزه بقى ملح، فلفل اسود، بهارات لحمه، رشه قرفه، وبابريكا، وكمون، ومعلقتين كبار بهارات محشي، وعندي هنا معلقه شطه اختياري، الاختياري ايه اللي احنا حطيناها اساسا اساسي. وعندي بقى المرقه، المرقه دي عباره عن ايه؟ عندي هنا ميه سخنه وثلاث مكعبات مرقه خضروات، معلقتين صلصه، وملح، وفلفل اسود، وكمون، وبابريكا، حطيتهم. طيب بهارات المحشي هي ايه؟ تعالي اقول لك. بهارات المحشي عباره عن معلقه كبيره كمون، عليها معلقه كبيره كزبره جافه، معلقه صغيره بقدونس جاف، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه كبيره بصل بودره، معلقه كبيره ثوم بودره، معلقه كبيره زعتر، ومعلقه صغيره جنزبيل بودره، ومعلقه صغيره نعناع جاف. بصي هكون امينه وصريحه معاكي خلاص، لو ما عندكيش من كل ده غير شويه الملح والفلفل الاسود وشويه 7 بهارات وشويه نعناع، صدقيني هتعملي اعظم محشي للامانه، صدقيني هتعملي اعظم محشي. يعني عندك البهارات دي حطيها، ما عندكيش ولا يفرق ولا يفرق، اكيد هيفرق شويه في النكهه، بس صدقيني انا بشوف ان خلطه المحشي البسيطه برضو خطيره ما فيهاش اي مشكله. طيب اول حاجه بعملها هنا ان انا طبعا بحط الزيت طبعا، يعني كرنب يعني تخديعه يا جماعه، كرنب يعني لا بسبك، مش بسبك بس بخدع يعني، عشان مش بسيبها قوي تتسبك. اقول لكم بعمل ايه، ادي البصل اللي عندي خلاص بس يدبل، انا لا عايزاه يصفر ولا يحمر، انا عايزاه ايه يدبل. يلا ندبله اهو، وبعدين المفروض طبعا عايزين تحطوا برضو توم للكرنب، برضو يقولك ماشي عادي ما يقولش لا. نيجي بقى للخضرة، لحد عندي هنا ما البصل ده يدبل معايا، عندي الخضرة هقطعها كده اهي. بصوا يا جماعة انا ضد ان الخضرة تتعمل عندي في الكبة، لا ما بحبهاش معصورة، مش تتعمل لو هعمل كفتة، لكن ده محشي خلاص، فبعمل كده ويقيه على البلانش اهو، تقدري عادي تخرطيها، مش بتخرطيها ناعمة قوي ولا خشنة علشان تبقى باينة كده في المحشي، بس مش تقف في زورنا فاهمة، فايه مش خشنة قوي ومش ناعمة قوي. طيب اكبر غلطة بنعملها ان احنا عندنا وي البصلة تبقى مع الطماطم، يعني التسبيكه عندي تكون سخنه واحط الخضره، امال لا لازم اسيبها تهدى، مش هقول لك تبرد تماما ولكن تهدى، مهم قوي. يعني حتى ان انا مش هقدر انفذ ده دلوقتي عشان مش هقدر اسيب الخلطه عندي تبرد، لكن انت لازم تسيبيها تهدى، تشليها من على النار وتسيبيها تهدى. طب ليه يا فيفا؟ معلش بقى، علشان يا جماعه انا مش عايزه الخضره عندي تسود، هتسود لو حطيتها عندي هنا في التسبيكه بتاعتي والطماطم بتاعتي وهي سخنه، هلاقيها بقت عامله ازاي، بس كده هلاقيها بقت سودة، لكن لا انا عايزاها تفضل خضره وتستوي خضره. احب ادي كده ايه كمان واحده اهي، لو عندي واحده بس مش بعصر، خلوا بالكم اهي لسه عندي
فيها الروح اهي. تمام، بس كده هي دي التقطيعه الحلوه قوي بالنسبه لي. تمام قوي اهو. طيب عندي هنا البصل بس ايه كده اتقل فيه الزيت ودبل معايا، ما بيبقاش بس صحيح خلاص. وبعدين هروح حط عليه ايه بقى، يلا الطماطم بتاعتنا. وقلت ان هي برضو هتبقى حلوة جدا لو انتوا عملتوا اللي انا بقول لكم، ان انتوا ضربتوها في الكبة، الطماطم ضربتوها في الكبة وكانت محتحتة. بعشق الكرنب وهو بصراحة الطماطم بتاعته محتحتة، لكن لو انت مش بتحبي هنا الطماطم تبقى باينه او القشر يبقى واضح، في ناس ما تحبش قشر الطماطم، فلا خلاص اضربيه وصفيه واعملي اللي انا ايه عاملاه ده. طيب نيجي بقى بهارات المحشي الخطيره، نحطها شويه شطه، شويه شطه اه. وعندي هنا كمان السبع بهارات. بصي القرفه انا بحط حاجه لا تذكر، شايفه حاجه؟ شايفه حاجه؟ انا بحط دي، هتقولي لي نفحه، نفحه بس كده اه. ودي بقى بهارات المحشي الخطيره بتاعتي، معلقتين زي ما اتفقنا. ويلا بقى نحط ايه، الفلفل الاسود، ونحط عندنا هنا الكمون، وطبعا الملح، وعندي هنا ايه البابريكا، لون لون يا جماعه اهو. الله الله. طيب هسيبها بقى ايه تبقبق، مهم قوي اسيبها تبقبق. طيب لحد ما تبدا تبقبق طب اعرف ازاي ان انا كده تمام وصلت للي انا عايزاه، القوام اللي انا عايزاه؟ اول ما تبدا تنشر ثقافتها علينا، يعني اما تبدا كده تطرطش لك البوتاجاز افصلي، انت كده تمام وصلتي للقوام اللي مبقاش مي مي معاكي. طيب في اللحظه دي بقى هعمل ايه؟ هقول لكم، هجيب عندي الخضرة دي واحطها هنا اهي، علشان انا عايزة البلانشة بتاعتي تاني. طيب الرز بقى بحطه امتى يا جماعة؟ برضو الرز بحطه برضو لما التسبيكة عندي تهدى. بستغرب قوي الناس اللي يحطوا رز ويسووه شوية في الخلطة، ليه؟ ليه يا جماعة؟ ده انتوا كده مش عايزة اقول لكم بتخلوهم حتحت، اللي هو مش عارف هو ليه بيعمل كده، يعني ليه بيتعمل فيه كده؟ طبعا هو بياخد سوا ويدخل جوه لسه في الكرنب بيستوي، هتخلوه ايه شيء معجن، يعني شارب بقى مية او واحدة وواحدة، مش هيبقى افضل حاجة. طيب تعالوا كده اديني ايه جبته كده على جنب، امسح السكينة بتاعتي. يبقى انا كده عندي هنا الرز لسه ما تحطش، والخضره في التخديعه بتاعه المحشي. وافتكري انا بحب افكرك بس لو سمحتي قبل ما تحطي الخضره، بس انا بحب بالخضره، قبل ما تحطي الرز افتكري ساندوتش تسبيكه وادعي لي، خطير 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 خطير. ماما معودانا ان والتسبيكه على البوتاجاز محطوط فيها الخضره، سندوتشات كده تصبيره سندوتشات تسبيكه تصبيره. مش عايزه اقول لكم يا جماعه، عارفين كده وانا بتكلم، لا يعني عارفه ان هو عايز ارجع بيت ماما، عايزه يعني ودوني انا ايه اللي جابني هنا، عايز ارجع بيت ماما، اللي هو ايه يعني الحاجه تجيلي لحد عندي وانا قاعده. فلا بجد يعني في اكل كده مرتبط معانا بذكريات، بناكله بمشاعرنا، بناكله بقلبنا مش بمعدتنا، يعني في اكل كده كرنب ده كده. طيب تعالوا بقى نشوف الناس اللي عامله الكرنب حكايه وصعب وتقطيعه صعب. انا عملنا كل حاجه معاكم من الالف للياء، تعالوا بقى نشوف تقطيعه. بصوا هو طلع معايا بالشكل ده بعد ما اتسلق اهو. هروح حطاه ازاي كده هنا، تعالوا نرصص كام واحده اهو كده، شايفين بحطه ايه على بعضه بالشكل ده، عندي العرق ده يكون اهو مظبوط على بعضه. كام واحده اهي، تمام شايفين، مفيش اسهل من كده بيتهيألي اهو، لسه سخنه اصلا. لو عايزه تشتغلي فيها على طول كمان اعملي ايه، ان انت تحطيه في ميه ساقعه وبعدين تصفيه
اهو هروح عامله ايه بقى؟ بصي كله مره واحده. شكرا. اهو ده بقى حلاوته مخلل. او في ايه القاع بتاع الصينيه قبل ما نرصص عندنا هنا المحشي. وبعدين هروح بقى واخده واحدايه واحدايه حلوه كده اهي خلاص. وبصي هروح عامله ايه، جايباها عندي كده هنا على ايه اهو على البلانشا او على طبق، وفرداها كده اهو. على فكره انا بوريكي بالروح لكن الموضوع سريع جدا. تمام خلاص اهي. وبعدين يلا انت عايزه الصباع بتاعك يبقى كده خلاص اهو، وتقيسي على ده كده وتقيسي على ده كده. طيب تعالي نشوف احنا عملنا ايه. ايه ده؟ بصي ايه ده ايه ده. قطعي بقى بايدك الكميه اللي انت عايزاها اهو بالشكل ده اهي، كبيره صغيره زي ما انت عايزه. تعالي نشوف احنا عملنا ايه. بصي بصي بتطلع ازاي الواحده بوحدتها، واخده بالك اهي اهي بايدي بقى واقطع. الموضوع فيه صعوبه خالص خالص اهو. تمام تاني يلا بينا. دي لو فيها تقطيع انصحك ان انت تقطعي من الحته اساسا اللي متقطعه، مفيش حاجه ابدا هتطلع هالك معاكي بالطريقه دي اهي. بس كده تعالي نخلص عندنا هنا الورقه. بصي الورقه طلعت معانا كميه قد ايه، الورقه الحلوه دي كمان صغننه، دي اصغرهم تخيلوا. بصوا انا طالعه معايا ازاي عايزه. طبعا في ناس تحب ايه المحشي صغنن، في ناس تحبه لا صباع صباع كبير، براحتكم خالص، الموضوع في ايديكم. تهيألي يعني درس درس ها خاص، درس خصوصي في ازاي نعمل محشي الكرنب المصري الخطير. حاضر اهو اخر واحده هعملها بس معاكم كده اهو. شايفين ببرم ازاي؟ تعالوا نقطع اصغر اهو. بصوا بحط دي على دي عشان يبقى ايه قد بعض. بصوا دي على دي اهي اهي. مسطره مسطره طالع بصوا قد بعض. اروح جايبه برضو اول واحده ومقطعاها اهي بايدي كده، واخده التانيه اهي اهي اهي. موضوع بسيط وجميل ومسلي على فكرة اهي. بس كده عملت اول رق وتاني رق. ايه رأيكم لحد ما خلص عندي هنا التقطيعات والتسبيكة بتاعتي خلاص قربت تديني قوام اللي انا عايزاه؟ نروح لفاصل ونرجع نشوف بقى هنكمل ونعمل ايه. استنونا. طيب انا بعمل ايه؟ انا لسه زي ما انا، بس خلاص التسبيكه عندي خلصت، بدات تنشر ثقافتها على طول، بعتها وهو ده القوام اللي انا ايه عايزاه. وبصوا بس في الحبه اللي احنا هو انا بعمل بالراحه علشان احنا بنتكلم وبشرح. بصوا خلصت ايه تقريبا اغلبيه الكرنبايه، انا سبت بس فيها ايه كام واحده علشان الوقت اهو. بصوا بتطلع عندي عامله ازاي يا حلاوه يا وليه. ايه ده؟ بصوا ده اللي طالع عندي صدقوني. انا بالنسبه لي بحطه على وش صينيه، وش سوري الحله بتاعه المحشي اهي، دي تطلع اصلا معايا واحده اهي، مفيش هادر اهو. دي اللي طلعت معايا هادر، مفيش اي هادر يطلع معايا بالطريقه دي. طيب تعالوا نحط هنا في الطبق واشيل ده، كان نفسي اعمله اصلا بودي بس تعالوا علشان نكمل نشوف هنعمل ايه. بس استنى اشوف الصينيه الخطيره بتاعتنا. الله بس اخدت لون وبقت جامده جدا.
طبعا هتغطوها عشان يبقى فيها صوص. انا عايزاها تاخد لون، فانا اسفه ان انا مغطيتهاش، لكن انتوا هتغطوها عشان تاخد ايه، يبقى فيها صوص كده. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا بعتها من على النار خلاص، المفروض انا اسيبها تبرد، ما تبقاش بتطلع دخان خالص، خلوا بالكم. وبعدين اروح حاطه بقى الخضره بتاعتي، ومحضره العيش البلدي الخطير بتاع الفطار. هل ما تكونيش لسه دخلتيه الفريزر؟ ماشي، مش عشان عندك محشي هتقولي لا استني بس، انا عايزه هنا ايه كام رغيف حلو كده علشان تاخدي ايه ساندوتش التسبيكه. تمام. طبعا اولادي لو قلت لهم دلوقتي ساندوتش التسبيكه يقولوا لي ايه اللي انت بتقوليه ده، احنا كنا زمان عيال صغيره وكده هبل والله، وبنحب اي حاجه وراضين باي حاجه. تعالوا بقى نحط كمان شويه الرز الخطير بقى المصري اهو. بقى عندي ايه؟ خلطة المحشي. انا حاطة زيت في الاول، تمام؟ وزي ما انتوا شفتوا هنا حطينا هنا ايه؟ سمنة في المحشي بتاعنا. الله الله، هي دي اللي بتدفي، مفيش اي حاجة تانية. بس كده عندي محشي خطير. الخضرة لما بتتحط، لما التسبيكة عندي هنا بتهدى، اللي بيحصل يا جماعة الموضوع عندي التسبيكه ما بتبقاش، سوري، الخضره ما بتسودش. مهم قوي. طيب اسمحوا لي معلش ان انا ايه هحشي بجوانتي. انا طبعا في البيت بحشي اولا وانا واقفه، ماليش خالص في الاعياد ان انا اقعد بقى واحشي. بس انت عايزه تتمزجي يعني هاتي وحشي مع يوم الجمعه، طبعا بيبقى كل حبايبنا قاعدين معانا في البيت، فعادي هاتيها بقى وايه وقعدي على السفره كده وتسلي معاهم. انا بالنسبه لي بصراحه لا، انا ما بعرفش اقعد وانا بعمل حاجه، تلاقوني لا كده مش ببقى مرتاحه، فبحب جدا ان انا ايه ابقى واقفه واخلص كله بسرعه. طيب انا حشي هنا حبه، تعالوا بقى نشوف ايه الورقه بتاعتنا الحلوه اهي، صغننه بس ابتديت بره صغننه اهي. وهاخد بقى من الخلطه الخطيره دي وهحط هنا اهي، ونلف اهو. طبعا عادي جدا ما بنقفلهوش من الجوانب، عشان بلاقي طبعا جنسيات اخرى طبعا اهلا بيكوا قولوا لي ازاي والرز ما بيقعش، ازاي ما يقع، ده احنا بنحب شويه الرز اللي واقع. طبعا الرز ما بيقعش بالطريقه دي، الرز ما بيقعش طبعا. ونحط هنا تاني، يلا نجيب ورقه حلوه كده اهي اهو، يلا نفردها على ايدينا. طبعا في ناس ما بتعرفش تحشي ابدا غير على حاجه، صدقوني لو جربتوا ايديكوا هتكون اسرع معاكوا. وانتي بتحشي كده ابرمي كويس، هتطلعي اي زياده اهي، اي زياده هتطلعيها. بس كده اهو، ده الصباع الخطير. عايزين بقى تكبروا اكتر من كده برضو براحتكو، عايزين لا احجام صغننه اكيد برضو براحتكو. طبعا احنا بنبدا ايه نحشي الكرنبايا ونرصص الاخضر من تحت اهي. الله على ده صباع والله، نرصص الاخضر من تحت وبنطلع بالابيض اهو. بصوا صباعي عامل ازاي، خطير. ما عنديش اي خساير، الورقه الصغيره بتتحشي، الورقه الكبيره بتتحشي، كله بيتحشي عندي اهو. تمام كده، حاضر، تمام خلاص، حشينا رصصنا الحله بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برصص ازاي بقى عكس بعض، يعني ايه؟ يعني لو هحط، بصوا بقى معايا، لو هحط صف كده جاي كده، التاني يبقى جاي كده، هحط صف جاي كده، التاني يبقى جاي كده. ليه؟ علشان الميه لما تدخل تتغلغل ما بينهم، ولازم تكون سايبه كده، ما تبقاش متكربسه، ما تكربسيش الحله، علشان من فوق يستوي زي ايه ما يستوي من تحت، كله يستوي سوا واحد. طيب وطبعا انتوا شفتوا بقى انا عملت ايه بعد كده وسويته ازاي، والمرقه عندي عامله ازاي وكل حاجه. بصوا خدوا خلطه من التسبيكه قبل ما تحطوا الرز، وحطوها في المرقه
بتبقى خطيره. ماشي، وجاءت اللحظه المنتظره. نعم انا بحب ادلق بصراحه. يلا بينا. زمان بقى ايه، حلل الالومنيا كانوا ايه، يروحوا دبنها في الارض كده، درب درب درب، يدبوا في الارض ودرب درب كده. يلا بينا نروح منزلين ريح المحشي، ريحته جباره اهو. شايفين عامل ازاي اهو؟ ولسه انا كده هكتفي بس بالطبق ده، ها، واروح اجيب طبق تاني واقدم فيه، لانه اهو واو واو واو، خطير رهيب. هدوقه لكم، بس هدوقه لكم ايه. الله، تحفه. نكهه النعناع باينه كده من بهارات المحشي اللي احنا عاملينها، ده باينه شويه. البقدونس لا، مدين طعم الجاف كمان، مدي طعم كده، شويه السمنه اللي على الوش. ايه الدخان الخطير ده؟ ده مش محتاج اساسا ان هو يتزين، ده لوحه في حد ذاته. بس انا هطلع ايه، قرون الشطه معلش، عشان هي كده ايه نزلت تحت، هي اللي تطلع تزين فوق. انا مش عايزه اي حاجه تانية غير قرون الشطه الخطيره دي. بس كده، خلوا بالكو انا بسيبه على النار بعد ما بيتشرب، وبهدي النار زي ما احنا عملنا كده لحد ما يستوي. ممكن ياخد اكتر من كده عادي، سيبيه.